أخبار اليوم. أنا داليدا عياش من بيروت. بلشت الميك أب من وقت كتير، من تقريباً 10 سنين. هي هواية بشكل أول، يعني كانت هواية حبيت إنه أتممها وأتطور فيها، فعملت كتير كورسات منهم بميك أب فور إيفر، منهم بشارميرون، منهم كتير أشياء مهمة يعني فتت فيها. وهلا نحن بالدومين ماشي حالنا. لا انا يمكن شغلي اكثر تاتو، يعني كوني انا بسافر على دول الخليج كثير عندي طلب على التاتواج ومعروفه كثير بهيدا الدومين، وبعمل ميك اب بذات الوقت. يعني ما فيك تقول انه انا بعمل شيء اكثر من شيء ثاني، لا انا باثنين عم بشتغل. كل ماكياج عنده تاتش خاصه فيه، يعني قد ما كان انت بتتعلم وبتدرس بضل انت عندك تاتش. يعني مثلا انا بميل للشرق شوي اكثر بس بطريقه كثير سمبل بالنعومه. الميك اب اللبناني فينا نقول عنه يعني كل العالم بتحبه، ونحن عندنا كثير ناس بروفيشنال بهيدا الدومين. في عندك ميك اب خليجي اكيد بيختلف، مع انه هلا يعني صرت عم لاقي في ميول للميك اب اللبناني وللسمبلسيتي، يعني بطل الخليجي يحب الميك اب القوي، فاكيد في اختلاف. يعني حتى بين اذا ما نجي دول اوروبا بحبوا الناتوريل، عندك هون نحن عم نتحول شوي يعني اوروبي بس بطريقه كمان بارزه، يعني نحن بنحب الميك اب البارز هون. هلا الميك اب السنه بيتحول على الوان الباستيل، الوان الاخضر الازرق عم نشوفه كثير بقوه. بنرجع للميك اب الناعم اللي هو الاي لاينر مع التان المرتب اللي بيناسب كل وجه. وما فينا ننسى هلا ثوره اذا بدنا نقول الكوركشن للوجه، الإصلاحات اللي هي هلأ أكثر شيء يعني متداول. هلأ نحن الميك أب أكيد كل شيء بيوقف على وجه الشخص، يعني الموديل كيف بتكون. أكيد السمرة إلى ميك أب معين، الوجه الأبيض بدك تحاول شوي تغير فيه، كل ميك أب وإله شيء. في ناس بتجي بتطلب بتقول أنا بدي لون برونز، يمكن ما بيكون بالبقرة البرونز، عرفت؟ لأ اللون الأبيض فينا نحن شوي نعطيها الإكلال، بيج روزين نجرب نغير بالإصلاحات نفتح.